جدد عقده مع الأهلي لمدة 4 سنين وهياخد 10 مليون في السنة، وكل سنة فلوسه هتزيد لحد ما ياخد 14 مليون في السنة الرابعة. بس مش ده اللي خلاه يبقى ترند وكل الناس بتدور على أخباره، جوازته التانية هي اللي خلت الكل يسأل مين مراته الجديدة والقديمة راحت فين، ويا ترى بعد ما أعلن جوازه عملت إيه. طب عاوز تعرف إيه اللي حصل وتعرف اتجوز مين؟ خليك معانا في الفيديو ده. الأهلي قرر إنه يجدد عقود لاعبيه قبل ما يطيروا منه، وكان أكرم توفيق واحد من اللاعبة اللي كانوا على وشك إنهم يسيبوا النادي ببلاش. بس الأهلي ما كانش ناوي يسيب أكرم يمشي بالساهل، فقالوا له تعال نجدد لك يا معلم. وفعلا مسؤولين النادي قعدوا مع أكرم واتفقوا على عقد جديد لمدة 4 سنين. طيب العقد بكام بقى؟ على عهدة موقع الوطن سبورت أول سنة هياخد 10 مليون جنيه، وكل سنة المرتب هيزيد شوية لحد ما يوصل 14 مليون في السنة الأخيرة. يعني الراجل ضمن مستقبله المادي كده. ولو ما تعرفش، أكرم بيركب عربية رينج روفر مش أي كلام. العربية دي معمولة بمواصفات خاصة على مزاجه، وعاملين لها حماية خارجية كمان، يعني لو حد فكر يعمل حاجة للعربية هيلاقي نفسه في ورطة. دلوقتي نيجي بقى للجزء اللي خلى الناس كلها تتكلم وتخليه يبقى ترند. أكرم قرر إنه يتجوز تاني، وده جه مفاجأة للكل. الراجل نزل صورة على إنستغرام وكتب عليها زوجتي. الناس بقى قعدت تسأل مين دي؟ اتضح إن العروسة اسمها هديرة بونار، وهي بتعمل محتوى على السوشيال ميديا زي ما نشر موقع المصري اليوم. البنت دي من طنطا وخريجة آداب إنجليزي وبتشتغل في مصر وقطر، كمان ظهرت في مسلسلات زي دايما عامر والكبير قوي، ومشهورة باسم نيفرتيتي. طيب مراته الأولانية عملت إيه؟ أكيد الست زعلت جامد. حسب ما نشر موقع مصراوي، راحت مسحة كل صور أكرم من على صفحتها وسابت بس الصور أطفالها، وده اللي خلى الناس تعرف إن في مشكلة. بس خلونا نرجع شوية لورا. أكرم كان اتجوز أول مرة سنة 2020 من واحدة اسمها سميرة عبد الكريم، خلف ولد وحيد سموه توفيق، بس للأسف انفصلوا فجأة. والغريب إن أكرم ما قالش ليه انفصل عن مراته الأولى. الراجل فضل ساكت ومحدش عارف ايه اللي حصل بالظبط، لحد ما فاجئ الكل بالجوازه الجديده دي. اخت مراته بقى ما سكتتش زي ما نشر موقع الدستور، وقعدت تبعت له رسائل في الستوري اتهمت فيها مراته التانيه انها خطافه رجاله وانها اكبر منه ب7 سنين واكبر من مراته الاولانيه نفسها ب12 سنه، وقعدت تقول له فين قال الله وقال الرسول. وقالت لمراته التانية إن ذنب أختها وعيالهم في رقبتها، ده غير الحسبانة بقى عليهم هما الاتنين. وفي الآخر قالت للعروسة الجديدة إنها لعبتها صح. بعد كل اللي حصل دلوقتي بقى الناس مستنية تعرف إيه اللي هيحصل. هل مراته الأولى أو أختها هيسكتوا، ولا هنسمع حاجات جديدة؟ هل الجوازة الجديدة دي هتؤثر على اللعب أكرم مع الأهلي؟ إلا أكيد إن أكرم توفيق بقى حديث الساعة من تجديد العقد للعربية الفخمة للجوازة الجديدة. الراجل ما بيوقفش مفاجآت. أنت بقى شايف الناس عندها حق إنها تعلق على جوازة أكرم توفيق الجديدة، ولا دي حياته الشخصية وهو حر فيها؟